اختتمت الورشة التحضيرية لمؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري المزمع عقده في 17 من كانون الثاني من العام الجاري أعمالها، وذلك مع آخر ورشة تحضيرية أقيمت في مقر الحكومة السورية المؤقتة. والمؤتمر راح يكون في أبحاث علمية تدرس الواقع الحقيقي للمنطقة المحررة من الضوء في يعني الإمكانات المتوفرة، نقاط القوة، الفرص، بالإضافة إلى التحديات والتهديدات ونقاط الضعف اللي موجودة بشكل حقيقي وواقعي. تضمنت الورشة التحضيرية زيارة لموقع المعرض الذي سيكون الجزء الأساسي من فعاليات المؤتمر، حيث يضم المعرض 53 مكانا مخصصا لعرض المنتجات التي صنعت محليا والتي ستوفر فرصة للمستثمرين المحليين لإظهار كفاءة منتجاتهم ومدى جودتها. اليوم عقدنا الورشة التحضيرية الثامنة وهي الورشة الأخيرة لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات اللوجستية والأمنية وأيضا المعرض لاستقبال الزوار في هذا المعرض، واللي متوقع إن شاء الله تعالى يكون في عنا يعني عشرات الآلاف يزوروا هذا المعرض. طبعا نحن راح نميز انه المؤتمر راح يكون على مدار يومين 17 و18 1، اما المعرض فراح يكون على مدار 4 ايام لنكون في تحت فرصه لمشاركه اكبر وعدد زيارات اكبر لهذا المعرض بحول الله. تسويق المنتجات المحليه واظهار البيئه الاستثماريه للمنطقه واستقطاب المستثمرين هي من ابرز اهداف هذا المؤتمر، والتي سيسلط الضوء عليها من خلال ابحاث اجريت سابقا متضمنه قصص نجاح لسوريين اثبتوا كفاءتهم على مستوى الصناعة المحلية. تعتقد الحكومة السورية المؤقتة أن مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري سيمهد الطريق أمام النهضة الاقتصادية التي يرجونها، والتي لا يمكن أن تطبق إلا باستقطاب المستثمرين ودعم المشاريع الاقتصادية. همام الزين، تلفزيون سوريا، من مكان إقامة معرض الاستثمار الأول في بلدة الراعي شمالية حلب.